بس عايز ابدا معاكم ان انا اوجه التهنئه والتحيه والتقدير لمنتخب الناشئين الوطني لكره اليد على الانجاز غير المسبوق اللي قدروا ان هم يحققوه بحصولهم لاول مره في التاريخ على بطوله كاس العالم. بصراحه فرحتوا كل المصريين بهذا الانجاز العظيم، فرحتونا ورفعتوا راسنا ورفعتوا اسم مصر، وفعلا احنا كنا بنفتخر وما زلنا كنا وما زلنا بنفتخر بيكم لانكم ابطال حقيقيين وابطال من ذهب. اشتغلتم وتعبتوا وركزتوا وكان عندكم هدف وقدرتوا ان انتم تحققوا الهدف ده بعيد عن الشوشره، واحنا هنا في البرنامج على فكره كنا بنحاول نقدم كل سبل الدعم ليكم وكنا بنتابع اخباركم اول باول. الحقيقه قدمتوا نموذج يحتذى به لكل اللي عايز ينجح في اي مجال مش شرط يكون رياضه، قدمتم صوره مشرفه للرياضي المصري وللرياضه المصريه. الحقيقه يعني كل الشكر للمجهود اللي قدمتوه عن جداره، انتوا فعلا تستحقوا التحيه والتقدير وتستحقوا كمان وسام الرياضه من الطبقه الاولى، شباب في سن 16 17 سنه، وكمان ان السيد الرئيس بنفسه قام باستقبالهم وتكريمهم ومنحهم ومنحهم وسام رياضه من الطبقه الاولى، والحقيقه ده عن استحقاق. خلينا نشوف جزء من هذا التكريم وارجع لحضراتكم نكمل اخبارنا. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد الفائز ببطولة كأس العالم، مشيدا سيادته بالأداء البطولي والرجولي لجميع أعضاء المنتخب وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني ليصبحوا نموذجا يحتذى به لقوة العزيمة والإصرار وتحقيق الانتصارات. يمنح وسام الرياضة من الطبقة الأولى لأعضاء بعثة المنتخب القومي للناشئين لكرة اليد بمناسبة فوزهم بالمركز الأول ببطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد مقدونيا 2019، وهم السيد مجدي أحمد محمود أبو المجد، السيد حسين علي زكي حسين، السيد محمد محمود إبراهيم شرف الدين، السيد محمد عبد المنعم عمر داود، السيد عمرو محمد عصام الدين عبد السميع إبراهيم، السيد محمد مصطفى محمد إمام، اللاعب مؤمن حسام الدين عبد الغني الخولي، اللاعب محمد سمير بدوي محمد العفيفي، اللاعب عمر أحمد عطية صادق، اللاعب عمر أحمد حمدي لطفي، اللاعب زياد أحمد عبد العال عبد الغني، اللاعب إبراهيم السيد عبد الحميد كامل، اللاعب مازن رضا عبد الفتاح عثمان، اللاعب يوسف أحمد حسن أحمد حسن، اللاعب يوسف علاء الدين أحمد أمين، اللاعب عبد الفتاح علي محمد علي ميدان، اللاعب مهاب محمد سعيد عبد الحق، اللاعب سيف هاني علي رشيد، اللاعب عبد الرحمن محمد محمد حميد، اللاعب حسن وليد أحمد محمد قداح، اللاعب أحمد هشام السيد محمد، اللاعب ياسر محمد سيف الدين عبد الواحد. هذا وقد أشاد السيد الرئيس بالإنجاز الذي تحقق وأثنى سيادته على الأداء البطولي وشدد على استمرار بذل الجهد والتدريب للحفاظ على الإنجاز الذي تحقق والبناء عليه في البطولات القادمة. متشكرين وربنا يحفظكم، وزي ما قلت كده احنا من هنا ورايح نلتقي بيكم دائما وانتوا دائما رافعين راسنا وراس مصر
ودي كنتوا شايفين الدنيا كلها، مش بان انتوا هنا موجودين معانا، لا، الدنيا كلها في مصر سعيده بيكم. والرساله اللي احنا عايزين نقولها من خلالكم ان كل عمل هنعمله لبلدنا يطلع لبلدنا قدام هيبقى محل تقدير داخل مصر وايه وخارج مصر. مش عايزين نفقد الفرصه اللي احنا حققناها دي ونبني عليها، نبني عليها بمزيد من المعسكر، نعمل معسكر، نركز معاكم، نركز معاكم، نطور من ادائنا، نطور من كل اللي انتوا عايزينه عشان تبقوا مثل جميل لشباب مصر. خلي بالك من نفسك، خلي بالك من التعليم اللي انت بتتعلمه. انا بتكلم التعليم مش الرياضه، لا التعليم. الف مبروك، شكرا جزيلا، شكرين. يعني اتمنى ان احنا كدوله نقدر نفضل محافظين على المنتخب كره اليد، نحافظ عليه، نحاول اننا نحميه، نحاول اننا ندعمه بشكل متواصل. يعني بعد تكريم سياده الرئيس واستقباله ليهم وتكريمه ليهم بنفسه، المفروض ال 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 القيادات اللي موجوده في الدوله تبدا ان هي تعتني بيهم بشكل مباشر، لان الحقيقه الانجاز اللي هم عملوه والفرحه اللي هم حققوها لنا كلنا، كل المواطنين المصريين الحقيقة هم يستاهلوا عليها هذا التقدير.